تمد السعودية سكان الأحياء المعزولة بمكة المكرمة بأعداد كبيرة من السلال الغذائية عبر مشروع تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، الأمر الذي لقي تجاوباً اجتماعياً في تقديم المساعدة لأهالي سكان حي النكاسة. نتواجد اليوم لتقديم بعض الخدمات التمويلية الغذائية من سلال غذائية، وأيضاً من خدمات فيما يخص الكمامات وأيضاً المعقمات وكل الخدمات التي ممكن تسهم في تقديم يعني مساعدة لسكان هذا الحي. جوز النكاسة أحد أحياء مكة المكرمة المشمول مؤخراً بقرار العزل المؤقت بسبب انتشار كورونا، يمتد الحي على سفوح جبال مترابطة شيدت عليها منازل بدائية عشوائية يقطنها قرابة 100,000 نسمة من الجالية الأسوية، أغلبهم من أقليات الروهينجا في ميانمار. القومين المزغزائي ما شاء الله ما يقصروا حقونا هذا، حقون الشركات وحقون هذا ما شاء الله ما يقصروا، والجمعيات الخيرية ما شاء الله بيجينا لين حد البيت، يدق الباب ويجي يدونا أي شيء يحتاج ما شاء الله بيدونا الحمد لله. أهالي حي النكاسة يعيشون منذ عشرات السنين في مجتمع خاص، لهم حياتهم الاجتماعية المختلفة وتقاليدهم الخاصة، غير أن الأعداد الكبيرة في بقعة صغيرة قد تزيد خطر انتشار الأوبئة. بنطبق النظام بحذافيرة، بنخرج في وقت معين، بنقضي والأشياء كلها متوفرة والبقايا جنبنا والتسوق سهل وكل احتياجاتنا متوفرة الحمد لله. الجهات الأمنية من مختلف القطاعات يساهمون في تأمين الحي وتنفيذ الإجراءات الأخيرة لتعود الحياة إلى طبيعتها. من حي النكاسة، خميس الزراني، العربية.